و1438 عام على هجرة المصطفى من حيث ترعرع وشب من مسقط رأسه والأقرب إلى قلبه، خرج عليه السلام مهاجرا بدينه إلى مدينته. وفي ذكرى السنة الهجرية الجديدة اليوم مشاهدينا، نرجو فعلا أن يكون هذا العام القادم عام نهاجر به وتهاجر به الأمة الإسلامية من قوقعة الاستعباد إلى فضاء الحرية والعزة. اليوم مع ضيفنا الدكتور منجد أبو بكر المتخصص في علوم القرآن وتفسيره، سنتحدث كيف نعكس هذه الهجرة النبوية على واقعنا وماذا نقتبس منها. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيكم، كل عام وانت بألف خير. الله يكرمكم، صباح الخير للجميع وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكون عام خير على الأمة جميعا. اللهم آمين. طيب دكتور منجد، يعني نحن لا نريد هذا العام أن نقف عند حد التهنئة، في كل عام نهنئ بالهجرة النبوية اعتدنا على التهنئة، لكن لنكن واقعيين أكثر، نحن الآن نعيش في زمن السرعة من جميع النواحي، زمن المنعطفات السياسية الاجتماعية، منعطفات خطيرة تحدث في العالم العربي والإسلامي. كيف نستطيع أن نسقط هذه الحادثة، حادثة الهجرة التي حدثت قبل 1400 عام، على واقعنا الحالي؟ هذا ما نريد الحديث به. أنا أعتقد أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة بشكل عام قضية لا تحتاج إلى إسقاط على الواقع، هي واقعية لكن بعضنا لا يراها. قصة الإنسان بدأت بهجرة آدم صلى الله عليه وسلم، كان في جنته وحين خلقه الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قرار الهجرة متخذ قبل أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد ارتباط حقيقي بين هجرة آدم إلى الأرض وبين معصيته بالمناسبة. إذن الهجرة بحد ذاتها لها مفهوم مختلف عن المفهوم بالضبط تماما. هي الخلافة، هي العمارة، هي تأسيس الدولة، هي إقامة القيم، هي صناعة المجتمع. لذلك لاحظوا، فأزلهما الشيطان عنها، أول قبل ذلك إني جاعل في الأرض خليفة، إذن القرار متخذ أن ابن آدم سيهاجر إلى الأرض، فأزلهما الشيطان عنها فقلنا اهبطوا منها جميعا. الآن قضية أن آدم زل قضية عارضة بالمناسبة في القصة، وإلا فقد قرار الهجرة متخذ بدليل ليست سبب للهجرة أبدا، ليس لها علاقة، بدليل أن التوبة حصلت قبل أن ينزل إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا مباشرة. بالتالي أصلا قرار الهجرة متخذ، إني جاعل في الأرض خليفة ابتداء. جاءت قضية الأكل من الشجرة قضية عرضية في قصة آدم صلى الله عليه وسلم، ثم كانت التوبة وهو كذلك قبل أن يهاجر، ثم كانت الهجرة. فالهجرة هي قصة الإنسان، بدأ مهاجرا وسيعود مهاجرا، وهذا المعنى قصد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الإسلام غريبا. بدأ الإسلام بآدم لا بمحمد، إن الدين عند الله الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فنحن غرباء في هذه الدنيا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر غريب. لا 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 سبيل. ثم استدرك النبي فقال أو عابر سبيل. مهاجر. فالإنسان مهاجر شاء أم أبى. والهجرة في الحقيقة إذن ليست عقوبة، استشعار يعني جميل. أنا هاي الوقفة استشعار إنه الإنسان هو في هذه الدنيا مهاجر، يعني هذا لحاله شعور بيخليه ما ينظر بعيد ربما، أو ما يتوقع البقاء في هذه الدنيا، فهي دار عبور فقط. بالضبط. فالحلقات التي تحدث، يعني حلقة الهجرة الفلسطينية قبل سنوات، وحلقة هجرة إخواننا السوريين في الآن، هي حلقة من حلقات الهجرة. يعني ليست شيء جديد على الإنسان، لكن ينبغي أن نحسن قراءة الهجرة. لذلك لاحظوا، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة المنورة اسمها يثرب، لما جاءها النبي صارت طيبة وصارت المدينة المنورة، فالهجرة عمارة للأرض. النبي صلى الله عليه وسلم صنع مجتمعا قويا متماسكا في المؤاخاة، وكانت المؤاخاة ثمرة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول الكعبة من بناها؟ إبراهيم عليه السلام، المهاجر. بالضبط. هاجر صلى الله من العراق إلى القدس، هاجر فأسس. بالضبط. فالمهاجر يصنع. أقول سبحان الله، حتى أمريكا وهي الآن سيدة العالم، من بنى أمريكا؟
هل الشعب الأصلي المقيم في أمريكا أو المهاجر الذي جاء حادثا طارئا على تلك البلاد؟ المهاجر هو الذي صنع الهجرة، تحدث في الإنسان شعورا بالحاجة، والحاجة تصنع في الإنسان شعورا بالضرورة أن يخترع وأن ينتج وأن ينجز. لذلك نجد أن سبحان الله نسبة التعليم في المهاجرين أكثر من الدائمين في البلاد عادة. هذا نجد الإنتاج، نجد الصناعة، نجد التطوير، نجد التغيير، لأن الإنتاج والتطوير والتغيير هو ثمرة الشعور بالحاجة. جميل. والمهاجر أكثر الناس شعورا بهذه الحاجة. هنالك نقطة مهمة أيضا، يعني أعتقد أنه الهجرة هي التي توسع نطاق المسلم لهوية عالمية. مسألة الهويات الضيقة التي اعتدنا عليها، الهويات الجغرافية الضيقة، شعور الإنسان أنه يرتبط بأرض لا يرتبط بهذا العالم، أعتقد أن الهجرة هي التي توسع النطاق، حبذا لو يعني أيضا تركز على هذه الفكرة. يعني أنا أعتقد أنه سبحان الله، يعني وأن الأرض لله، هذه عقيدة المسلم. نعم. وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، ونحن يجب أن نعتقد أننا على سفر. نعم. الناس على سفر، بالتالي سبحان الله، يعني روي أن أحد الصالحين رؤيا يحمل العصا. نعم. فقيل له: ما لنا نراك أدمنت حمل العصا ولست بالكبير ولا بالمريض. فقال: حملت العصا، للضعف ألزمني بحملها، ولا أني تحنيت من كبر، لكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. وكان من عادة العرب أن المسافر يحمل عصا، وهذا ما قاله موسى لما سأله الله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. نعم. أخرى. فالإنسان حقيقة على سفر. ولاحظوا معي متى الله عز وجل أعطى لبني إسرائيل الأرض المقدسة هدية، طبعا هي قصة طويلة. نعم. ثم نزعت الهدية من بني إسرائيل، لتفاصيل لعلنا في لقاء آخر نتحدث فيها، يوم نجحوا في هجرتهم. جميل. يعني هم عبروا مع موسى صلى الله عليه وسلم، ثبتوا مع موسى، صدقوا مع موسى، آمنوا بموسى، ثبتوا على الحق، فمكنهم الله من خير بقاع الأرض، قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله. يعني دكتور أنت هنا ذكرت فالحقيقة الهجرة والصدق في الهجرة إلى الله عز وجل هو صناعة الحياة، هو تأسيس الحياة. لذلك سيدنا النبي لما هاجر بنى المسجد، وهي أكبر مؤسسة وأهم مؤسسة. طب بس دكتور، قبل ما ندخل يمكن بالأمور اللي فعلا صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عندما وصل المدينة ويثرب وصنع فعلا هذه المدينة، نتوقف عن بعض اللقطات الموجودة في هذه الهجرة. يعني نبدأ من أولها، نبدأ في هجرة المصطفى مع صديقه والصحبة الصالحة الذي اختارها، صديقه أبو بكر يعني الصديق. نقف، يعني أنا يمكن من الأمور اللي هيك لفتتني، سيدنا أبو بكر عندما كان في هذه الهجرة استعمل كل عائلته، استعمل ابنته أسماء في نقل الطعام، استعمل ابنه عبد الله في نقل الأخبار، استعمل مولاه عامر بن فهيرة في يعني ربما في المساعدة في هذه الهجرة. لكن كيف أنه يعني جيش هذه العائلة، كيف أنه يعني لم يكن أناني في هجرته، فعلا استثمرها وجعل لعائلته نصيب في أن تكون لها هجرة في سبيل الله أيضا. حدثنا عن بعض هذه الأمور اللي ربما يعني يبعد عنها الدعاة جدد، خلينا نحكي، أو العاملين في سبيل الله، كيف يكون عملهم مهمتهم خارج نطاق البيت وثم داخل عائلتهم النطاق يضيق والدعوة تضيق. يعني أنا أعتقد أن الهجرة وترك الوطن أكثر شيء ممكن أن يبذله الإنسان، وهي من أصعب الأشياء على النفس. وإذا ما كان الإنسان قادرا على أن يبذل هذا المعنى في سبيل الله فهو على ما دونه أقدر. نعم. ومن ذلكم فعلا توظيف الإمكانات والطاقات التي تحيط به. وقلت لكم إنه المهاجر يشعر بحاجة ويشعر بضرورات تحيط به، لذلك سيوظف كل هذه الأشياء التي من حوله لينجح في هجرته وليحقق مآربه ومقاصده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة له كانت الهجرة يعني حلم كان يسعى إليه. لذلك تقول عائشة: ما رأيت أبي يرقص فرحا إلا يوم نبأه النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فشخص يستشعر هذا المعنى يقينا سيستثمر كل ما لديه من طاقات وإمكانات. بل أبو بكر اشترى ناقتين. نعم. قبل أن يأتيه الخبر من رسول الله، لأنه كان يتأمل هذا المعنى أن يقع اختيار النبي عليه فيه للصحبة، وأحب أن يذيق عائلته هذا المعنى. بالضبط. يعني هذه الحلاوة رضي الله عنه وأرضاه. جميل. لذلك يعني اللهم صل على سيدنا محمد. فكان معنى الهجرة، يعني أنا آسف قطعتك، كان معنى الهجرة يعني كبيرا، ولإيمان أبي بكر بهذه الضرورة ولحرصه على أن ينجح فكرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فكان حريصا على أن يستثمر تلكم الطاقات التي تحيط به رضي الله عنه. طيب دكتور، الآن يعني نعود إلى الواقع الصعب الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية وكثير من المهاجرين عبر العالم. يعني ذكرت التغريبة الفلسطينية بدأنا فيها، ثم انتقلنا إلى التغريبة العراقية، والآن التغريبة السورية واقع وحال نعيشه. هؤلاء المهاجرين الذين هجروا مظلومين ومنكوبين، ما هي النصيحة التي توجهها لهم يعني من خلال العبر التي نستقيها من الهجرة النبوية؟ في الحقيقة يعني استحضر قصة أم سلمة رضي الله عنها، وهي من المهاجرات اللواتي يعني كانت عندهن تضحية عجيبة، وهي تذكر روايتها بنفسها رضي الله عنها وارضى حين أزمع أبو سلمة الهجرة. هي من بني أسد وزوجها من بني مخزوم، فلما أراد أن يهاجر قومها أبوا أن تهاجر مع زوجها، قالوا تهاجر هاجر لكن ابنتنا لا تهاجر معك ولها ابن. فلما هاجر زوجها ذهبت مع قومها، وجاء قوم زوجها ليأخذوا ابنهم، ابنها سلمة. بتقول حتى تنازع القومان على ابني فخلعوا كتفه، ففرق بيني وبين زوجي وابني، وبقيت تبكي رضي الله عنها وارضها بكاء شديدا، حتى رق القوم لها بعد سنة من البكاء، ثم أذنوا لها أن تلتقي بابنها وأن تهاجر إلى زوجها في المدينة المنورة. بعد سنة تقريبا من هجرتها، كانت سنتين تقريبا، كانت غزوة بدر، توفي أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه. بتقول كان مما سمع أبو سلمة، واسمعوا للحديث العجيب يعني المرتبط بالهجرة، وهي صاحبة أكبر قصة معاناة في هجرتها، كيف كان الخلف لها من الله عز وجل. بتقول مما سمعت من أبي سلمة وهو كان يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح أنه قال ما يصيب المؤمن من مصيبة فيسترجع، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا فعل الله له ذلك، يعني أخلفه خيرا منها. بتقول رضي الله عنها وارضاه لما توفي أبو سلمة، تقول لكن يعني أنا استحشرت هذا الحديث، لكن قلت من خير من أبي سلمة، لكن حملت نفسي على أن أكرره، لأنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تقول فكان الخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وتزوجها النبي وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وارضاه. فالمهاجر حين يستشعر هذا المعنى أنه ابتداء أنت ملك لله، أنت وقف لله، لا في أرضك التي ولدت فيها، إنما حيثما حللت وحيثما نزلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالغيث، حيثما وقع نفع. والغيمة في السماء ليس لها أرض وليست صاحبة جنسية، إنما تسير في فلك الله بأمر الله وتمطر يعني حيث شاء الله. نحن عبيد عند الله عز وجل في كرمه يعني. لكن أنا أيضا أريد أن أعود هيك لبعض اللقطات في السيرة، أنه هل فعلا لا وقت للحزن؟ هذا ما كان يستشعر المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني خلال سفره، يعني في عز الأزمة، في عز التعب والإنهاك وحرقته على قلبه ومغادرته بلده، عندما جاء سراقة بن مالك قال له لك سواري كسرى، يعني الأمل والاستبشار اللي كان عند المصطفى، ما كان عنده وقت لأن يحزن، لأن يتألم، لأن ييأس، كان دائما ينير مصابيح الأمل. صلى الله عليه وسلم كان في هجرته لا كما نفهم، النبي صاحب مشروع جميل، والهجرة حلقة في هذا المشروع، مرحلته في مكة جزء من مشروعه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر في ألم وفي هم جزئي وفي مرض أو فقد حبيب أو فراق عن أخ، هذه قضايا جزئية يعني يعني تنسيها الأيام والأوقات، لكن سيدنا النبي عنده مشروع كبير يعني، وهو قدوتنا احنا المفروض أيضا نكون هذا المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مشروع، والمسلم حيثما حل اتفقنا أنه صاحب مشروع. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى البعيد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لذلك قال لسراقة ارجع ولك سواري كسرى صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل. لذلك لاحظوا يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سورة التوبة التي فيها الحديث عن هجرة النبي ثاني اثنين إذ هما في الغار، في سورة التوبة، هي من آخر ما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم كسورة، ونزل فيها الحديث عن آخر غزوة غزاها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة العسرة. فلاحظوا يا جماعة، أنا أقول إنه سيدنا النبي هجرة النبي مشروع، ففي الحديث عن آخر غزوة والحديث عن استقرار الدولة وامتداد أطرافها وإقامة المشروع الكبير، جاء التذكير بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. البداية بالضبط. نعم، لفتة جميلة جدا. بالضبط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا صاحب مشروع، بالتالي قد يكون في الهجرة ألم،
وقد يكون فيها شعور بالضيق، وقد يكون شعور بالحزن للفراق، لكن حين أستشعر أنني أبذل ما أبذل لمشروع كبير، يعني كما قال الحكيم: من استشعر من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. صحيح. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الكاشف الله. فإذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يصرف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. جميل. يعني دكتور، نختم بهذا الكلام الجميل. بالفعل الإنسان عليه أن يستشعر أن الهجرة هي عبارة عن حلقة في مشروع كبير، مشروع الخلافة في الأرض التي أوجدنا الله سبحانه وتعالى من أجلها ولهدفها. شكرا جزيلا لك دكتور منجد أبو بكر على هذا الكلام اللطيف والنقاط اللطيفة جدا التي ركزت عليها في هذا اللقاء. فعلا الإضاءة رائعة. يعطيك ألف عافية، كل عام أنت بألف خير. أما أنتم مشاهدينا سننتقل لنشاهد فوائد الفوليك أسيد في هذا الإنفوغرافيك.